قبل ما نبدأ فيلمنا ياريت يا ريت ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناة ويلا بينا نشوف العظمة بتاعت النهاردة بيبدأ الفيلم بماري وهي بتملى استمارة وظيفة في بنزينة وبتيجي خانة لو إنها كانت مدانة ودخلت السجن قبل كده وبتملاها وبيجي صاحب السوبر ماركت آد وبيسألها لو تم إدانتها ودخلت السجن قبل كده وهي بتكون صريحة وبتعرفوا إنها كانت في السجن بس المدة قصيرة وإنها خرجت من حوالي أسبوعين ولما بيسألها عن السبب اللي تدخل السجن بتقول له انها ولعت في حبيبها السابق وهنا بيقرر يوظفها بسبب صراحتها وانها تكون قد الوظيفه دي وبياكد عليها ما مشاكل وكمان بيعرفها انها تستلم وظيفتها من النهارده من الساعه 10 بالليل ل 6 الصبح وبتطلع بره وبتركب العربيه مع صاحبتها جيسي اللي بتفرح ليها لانها اخيرا اتقبلت في وظيفه ولما بترجع البيت وبتدخل الحمام بتشوف حبيبها جيمس القديم وهو بيغرق بنت في البانيو بيقتلها وبتفضل تهدي في نفسها وتقول إن دي مجرد تهيؤات وده لأن حبيبها في السجن وبتطلع حبايه تاخدها وفجأه بيظهر قدامها الظابط جرايد وده اللي مسؤول عنها وده لأنها لسه تحت المراقبه من وقت ما خرجت من السجن وبتقول له ازاي يدخل البيت من غير إذن وبيعرفها إن الباب كان مفتوح وبيسألها مين في الحمام وبتقول له مفيش حد ومش بيكون مصدقها ولما بيدخل مش بيلاقي حد وبتكون دي فعلا تهيؤات وبيعاتبها لانها مش معاها موبايل لحد دلوقتي ومش بيعرف يوصل لها بسهوله وبيقولها لازم تشغل تليفونها الارضي عشان يقدر يتواصل معاها وهي بتقوله على شغلها الجديد وبيعرفها انه هيروح لها هناك يطمن عليها وبعد كده بتطلع الجنينه تستنى جيسي وبتشوف قدامها واحد بيقرب منها بس بيختفي وبتكون دي تهيؤات برضه وبتروح مع جيسي المطعم وهناك جيسي بتسالها عن اللي بيحصل لها وماري بتعرفها ان الهلوسه تهيؤات بتزيد أكتر وأكتر وإنها تعبانة وفجأة بتتخيل واحدة تانية قدامها ووشها كله دم بس دي بتكون هلوسة وفي البيت بتشغل ماري التليفون الأرضي وبيرن جرايد عليها وبيكون مبسوط إنها شغلته أخيرا ولما بتقفل معاه بترن عليها واحدة وبتهددها إنها هتقتلها قريب وهتستمتع وهي بتقتلها وده بيخوف ماري وبتقفل السكة في وشها وبتفصل التليفون بس بيفضل يرن في عقلها باطن. وبيجي الليل وبتروح ماري مع جيسي وبيركبوا العربيه والدنيا بتمطر وده بيخوف ماري اكتر وده لان جيمس كان بيرن عليها لما الدنيا بتمطر وكان بيغني لها اغنيه قديمه من الثمانينات وبيعرفها انه هيقتل حد جديد وبتحاول جيسي تطمنها انه في السجن دلوقتي ومش هيقدر ياذيها ولا حتى يوصل لها وانها المفروض تعيش حياتها وتستمتع بيها ولما بيوصلوا للسوبر ماركت بيكون في مكان بعيد ومهجور وبتكون جيسي أنا عليها من المكان ده وبتنزل تشوف المكان معاها وهناك بيقابلوا مايكل اللي بيشتغل في شفت النهار وبتروح جيسي تشتري حاجات أما مايكل بيفهم ماري تشتغل على المكنة وتبيع للزباين ازاي ولما بتطمن جيسي عليها بتطلع تركب عربيتها وبيكون في شخص واقف بمطرقة ولما بتفتح جيسي شباك العربية بيضربها بالمطرقة في دماغها وبيسحبها من العربية وفي السوبر ماركت مايكل بيدي ماري مفاتيح المكان ولما بيطمن من ان كل حاجه تمام بيمشي وبيسيبها وهي بتتحرك وبتتفرج على المكان وبتشوف المخزن والحمامات وبتطلع بره السوبر ماركت تشرب سيجاره ومش بتكون واخده بالها ان الشخص اللي معاه مطرقه واقف وراها وبتحس بحد دخل السوبر ماركت وبتدخل تدور في المكان وبيعدي خيال من جنبها وبتفضل تنادي لو في حد في السوبر ماركت لكن مش بتلاقي حد وبتكون خايفة ومهزوزة والتليفون بيرن وبيكون صوت واحدة بتسأل عن مواعيد فتح السوبر ماركت وبترد عليها ولما ماري بتقفل معاها بترن تاني وبتسألها نفس السؤال وبترن تالت مرة وبتسأل برضو نفس السؤال وبتتعصب ماري عليها وبتسألها هي ليه كل شوية بترن عليها والست دي بتسألها لو هي بتحب تشوف الناس وهي بتتقتل وبتتخض ماري وبتخاف وبتقفل السكة بسرعة وبترن على مكتب الظابط عشان تكلم وتعرفه اللي حصل وبعد كده بتروح الحمام تغسل وشها وبتحاول تهدي نفسها وبتقول إن كل اللي بيحصل ده تهيؤات مش أكتر وبتسمع صوت واحد بشاحنه كبيره وبتروح بسرعه في مكانها وبيدخل الشخص ده يشتري وبيفضل يتكلم مع ماري وبيعكسها ولما بيمشي بتاخد بالها إنه نسى كارت الفيزا بتاعته وبتطلع ورا بسرعه وبتفضل تنادي عليه لكن مش بيسمعها وبيمشي بالشاحنه وفجأه بتلاقي واحد مولع بيقرب منها وبتكون مرعوبه منه وبيجي واحد من وراها وبتضربه لكن بيطلع مايكل وبتتاسف منه وبتقول له انها فكرته حد تاني وبيدخلوا جوه السوبر ماركت وبتعالج له الجرح وبيعرفها ان الشخص صاحب الشاحنه ده زبون عندهم وانه قصد يسيب كارت الفيزا بتاعته لانه بيجي عندهم على طول وكمان بيقول لها إن قادر ان عليه علشان عايز يطمن عليها وبيسالها عن حبيبها اللي ولعت فيه ولو عاوزه تحكي له عنه وهي بتقول له حبيبها السابق هو جيمس القاتل المتسلسل المشهور وانه قتل حوالي 35 واحده لحد دلوقتي وانها ما كانتش تعرف انه بيقتل وفي يوم وهي مروحه البيت شمت ريحه وحشه جدا جايه من قبو البيت ولما دخلت فيه لقت الميه مغرقه المكان ولقت بقايا جثث لبنات في كل مكان وكانت مصدومه ومخنوقه لكن لما لفت وراها لقت جيمس واتاكدت ان هو اللي بيقتلهم خصوصا ان تصرفاته كانت متغيره اخر فتره ومن من وقتها وهو بيجبرها تتفرج عليه وهو بيقتل ضحاياه وبيخليها تتفرج عليه وهو بيعذبهم وبيقتلهم وكان بيهددها لو عرفت حد او بلغت عنه هيقتلها هي وكل عيلتها لكن في مره اتخنقت من كل اللي هو بيعمله ده وقررت تنتقم منه وسابته نايم في البيت ودرقت بنزين في كل مكان وقفلت البيت عليه وولعت فيه لكن لسوء الحظ انه ما ماتش وفضل عايش ومن وقتها وهو مسجون وهي اتسجنت فتره قصيره وخرجت من السجن لكن الناس بتكرهها لأنها كانت حبيبة القاتل اللي كان بيفرجها على ضحاياه وهو بيقتلهم وشايفين إنها مذنبة زيه بالظبط وبعد كده بيمشي مايكل لما بيطمن عليها وبيطلع يركب عربيته وفي نفس الوقت بيدخل ولد وبنت يشتروا بالسوبر ماركت وبيمشي مايكل في طريقه للبيت لكن عربيته بتتعطل وبينزل يشوف العطل وهنا بيظهر الشخص اللي مع المطرقة وبيضربه بيها وفي السوبر ماركت بيرن التليفون ولما بترد مير بتسمع الأغنية اللي جيمس كان بيشغلها لها لما بيقتل ضحية جديدة وبتترعب وبتقفل السكة بسرعة والأشخاص اللي في السوبر ماركت بيخافوا وبيطلعوا بسرعة من المكان وبتروح تشوف الحمام وبتلاقي كارت الإئتمان بتاع البنت واقع في التويلت فبتمد إيدها علشان تاخده وفي اللحظة دي بتطلع إيده بتحاول تشدها وبتصرخ ماري وبترجع لورا وبيخرج دم كتير من الصرف وبتكون عارفة إن دي مجرد تهيؤات وفجأة بتظهر بنت جنبها من ضحايا جيمس وهي متغرقه بالدم وبتلومها لانها شافتها بتتقتل قدامها وما انقذتهاش وفجاه البنت بتختفي وبتخرج ايدين من الحيطه بتشد ماري لجوه الحيطه وبتبعد نفسها عن الحيطه وبترجع تاني لمكانها وهي عارفه ان كل اللي بيحصل ده مجرد هلوسه مش اكتر وبتلاقي الظابط قدامها وبتساله هو جاي ليه وبتتعصب عليه لما بتعرف انه عرف قات كل حاجه عنها وبيروح الحمام وفجاه بيظهر قدامها جيمس وهو مخبي وشه وعلامات الجروح باينة فيه وبتفضل تقوله ان ده مش حقيقي وانها بتتخيل لانه في السجن ومستحيل يظهر قدامها بس هو بيضربها بالقلم على وشها عشان يثبت لها ان ده حقيقي وانه فعلا موجود وبيعرفها انه هيقتل ضحايا تانية الليلة وهيخليها تتفرج عليهم وبعدها يقتلها هي كمان بس هي بتفضل تقول ان دي تهيؤات وبتغمض عينيها علشان تثبت لنفسها ان ده كله مجرد حلم ولما بتفتح بتظهر واحدة تانية قدامها وهي لابسة نفس لبس الجيمس وبتسألها هما بيفتحوا لحد الساعه كام وبتقدر ماري تتعرف عليها وبتقولها إن هي اللي كانت بترن عليها كل شويه وبتهددها وهنا بيدخل جرايد بس الست دي بتقولها إنها مش فاهمه حاجه من اللي هي بتقوله وجرايد بيهدي ماري اللي بتفضل تقوله إن في واحده ست بترن عليها وبتهددها وإنها مش متأكده إن كانت هي دي ولا لأ وهو بيهديها وبيقولها إن كل حاجه هتبقى كويسه ومحدش هيقدر يأذيها وبيقولها إن الوقت اتأخر وإنه هاي يمشي دلوقتي ولما بيمشي بتلاقي في الكاميرات عربيه مركونه بره المكان فبتطلع تشوفها وبتلاقي مكتوب بالدم على ازاز العربيه تهديد ليها وبتكون خايفه ومرعوبه جدا وبتدخل بسرعه ترن على جرايد وبتبعت رساله يرن عليها ضروري وكمان بترن على الطوارئ بس بتلاقي العربيه اختفت من قدامها فبتفهم انها لسه بتتخيل وبتقفل السكه تاني بسرعه وكمان بترن على مايكل لكن مش بيرد عليها وبيرن التليفون وبتطلع الطوارئ فبتعتذر انها رنت بالغلط عليهم وان كل حاجه كويسه وبتنزل تستخبى تحت الترابيزه وهي خايفه وبتقوم تاني من مكانها وبتقرب من باب المخزن وبتحس ان في حد جوه ولما بتفتح الباب بتلاقي مايكل وجيسي صاحبتها مربوطين ومتعذبين وبتطلع تجري وهي بتقول لنفسها ان كل ده مش حقيقي وبتلاقي قدامها الست اللي كانت بتهددها وبتكون ماري مرعوبه وبتقول لها انه هيقتلها ولازم يرنوا على الش لكن بتلاقي الخط مقطوع والست بتطلع الصوره لبنت صغيره وبتقول لها ان دي كانت بنتها كريستين وكان عندها 18 سنه وحبيبها المجرم قتلها قدام عينها وانها جايه هنا عشان تقتلها لما عرفت انها خرجت من السجن وبتجرحها بالسكينه في ايدها وبتسحف ماري على الارض وبتحاول تهرب منها وبتدخل اوضه المخزن وبتقفل على نفسها لكن الست بتفضل تكسر في الباب وبتقدر تفتحه في الاخر وبتحدفها ماري بالازازه في دماغها وبتوقعها على الارض وبتحاول تهرب منها بس هي بتمسكها من رجليها وبتهجم عليها وماري بتفلت منها وبتحاول تهرب والتانيه بتهجم عليها وبتفضل تضربها بكل قوتها وبتخرج السجين علشان تقتلها بس بيوصل جرايد وبيضربها بالنار بيخلص عليها وبيعرف ماري ان دي بتكون مامة اخر ضحيه لجيمس وانها كانت عايزه تنتقم منها وتقتلها وكمان بيقول لها انه جاي يعرفها اخبار وحشه وبيقول لها أن حصل عاصفة جديدة فصلت الكهرباء عن السجن وأكتر من مسجون هربوا منهم جيمس وهي بتكون مصدومة وبتقول له إنها بالشكل ده ما كانتش بتتخيل وإن ده ما كانش هلوسة وإنه فعلا موجود هنا وهددها وفجأة بيظهر جيمس ورا الظابط كرايت وبيضربه بالمطرقة وبيغمى عليه وبيقرب من ماري وبيضربها وبيدلق عليها بنزين وهي بتصرخ ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في الكرسي من رجليها وإيديها وقدامها مايكل وجراي وصاحبتها جيسي وبيقرب جيمس منها وبيقول لها انها مش بتتخيل ولا حاجه وكل ده حقيقي وانه كان منتظر الست تقتلها بس جرايد سبقه وخلص عليها وبيدلق ميه عليهم عشان يفوقهم وبتساله ماري هو بيعمل ايه وبيقول لها انه هيعمل زي ما كان متعود يعمل معاها زمان وانه هيقتلهم قدامها علشان تستمتع بقتلهم وبعدها هيقتلها وبتفضل تترجا ما يقتلهمش وبيجيب مطرقه حديد كبيره معاه وبي بيقرب منها وهي بتقوله انها مش خايفه منه وبيقرب من الظابط جرايد وبتترجاه يسيبه عايش وبيطلب منها تراقبه وهو بيقتله وبينزل عليه بالمطرقه اكتر من مره لحد ما بيخلص عليه قدامها وبيروح عند جيسي وبتفضل ميري تصرخ عشان يسيبها عايشه وما يقتلهاش وبيسالها لو هي بتحبه فبتكذب عليه وبتقوله انها بتحبه عشان ما يقتلش صاحبتها بس هو بيكون عارف انها بتكذب عليه وانها مش بتحبه ولا حاجه وبيلبس جيسي وبيخنقها بيه لحد ما بتموت هي كمان وبيطلع يجيب جيركن البنزين وبيقول للماري انها بتحب تشوف الناس وهي متولع فيهم زي ما ولعت فيه قبل كده وبيبدا يدلق بنزين على مايكل وبيطلع الولاعه وكل ده وماري بتترجى وبتعيط عشان يسيبه ولسه كان هيولع فيه بيسمع صوت بره فبتصرخ ماري علشان حد يلحقهم وينقذهم وبيروح جيمس يكتم بقها بقطعه قماش وبيطلع بره وبيكون صاحب الشاحنه وبتقدر ماري تفك ايديها ورجليها وبتروح تفك مايكل وبيعرفها ان الخزنه فيها بندقيه وبتكون مقفوله بقفل وبتشيل المصروع وبتكسر القفل بيه وبتقدر تطلع البندقيه في نفس الوقت اللي بيدخل صاحب الشاحنه للسوبر ماركت وبينادي على ماري اكتر من مره لكن مش بيلاقيها وبياخد باله من اثار الدم اللي موجوده في كل مكان اما مايكل وماري بيتحركوا بالبندقيه قصاد الباب وصاحب الشاحنه بيرن على الشرطه وبيكون مفكر ان في حد سرق المكان والشرطه بيعرفوه انهم في طريقهم ليه وبيقولوا له يروح يقعد في عربيته ويستناهم ولما بيقفل بيفضل يتحرك في المكان ومايكل بيقول لها توجه البندقيه ناحيه الباب واول ما جيمس يدخل تضغط على الزنانه على طول وبتتخيل صاحبتها اللي ماتت بتبص لها وبتتكلم معاها وبتكون مهزوزه وخايفه ومايكل بيقول لها تفضل موجهه البندقيه ناحيه الباب اما صاحب الشاحنه فبيفضل يتحرك في المكان وبيدخل أول المغزن لكن جيمس بيكون وراه وبيطعنه في رقبته بالمطرقة أما ماري بتكون مفكرة إنه جيمس وبتضرب عليه نار بتخلص عليه وبيكونوا فاكرين إنهم خلاص قتلوه ولما بيطلعوا بيتصدموا إنه صاحب الشاحنة وبتنهار ماري لإنها قتلت واحد ملهوش ذنب وبياخد مايكل منها البندقية وبيقول لها إن ده مش ذنبها وإنه هيقتله وهيخلص عليه وبيتحركوا بحرص لكن جيمس بيقطع النور عليهم وبتكون ماري خايفة جدا وبيطمن مايكل انهم هيخرجوا من هنا وبتوصل عربية الشرطة للمكان وبيفضل مايكل وماري يتحركوا بس فجأة بيظهر جيمس وبيضرب مايكل بالمطرقة وبيخلص عليه وبيقع على الأرض وبتجري ماري تستخبى منه والنور بيرجع تاني في المكان وبتستخبى وبتفضل تبص حواليها عشان تعرف تهرب من غير ما يشوفها أما الظابط بيوصل بعربية الشرطة وبيرن عليهم عشان البلاغ اللي تقدم لكن محدش بيرد عليه وبتجري ماري لبره السوبر ماركت عند الظابط وهو بيقلق منها وبيثبتها بالمسدس وبيقولها تنزل على الارض بس هي بتفضل تقول له انه هيجي وهيقتلهم كلهم ولازم يهربوا بسرعه وبتعرفوا ان القاتل المتسلسل جيمس موجود جوه السوبر ماركت وفي الاخر بيصدقها وبيقول لها تركب العربيه وبيروح يركب هو كمان وبيرن على مركز الشرطه بس بيظهر جيمس وهو بيضربه بالمندوقيه وبيخلص عليه والدم بيجي على وش ماري وبتطلع من العربيه تجري منه وهي منهار وبتكون مرعوبة وبيجري جيمس وراها بالمطرقة وبتروح تستخبى في مكان في خردة للعربيات وبتفضل تستخبى من مكان لمكان على أمل إنها تعرف تهرب منه وهو بيدور عليها وبيشوفها كلب وبيفضل يهوهو فبيقدر جيمس إنه يحدد مكانها من صوت الكلب وبتدخل تستخبى جوه أوضة وبتلاقي فيها مغرفة فبتاخدها معاها وهو بيقرب من الأوضة وبيفتح الباب لكن مش بيلاقيها في أي مكان ولما بيطلع من الأوضة بي بتقابله وبتضربه بالمغرفه في دماغه وبتقفل الباب عليه وبتطلع تجري وبتطلع على الطريق وبتكون في عربيه جايه عليها بتفضل تنادي وتصرخ عشان صاحب العربيه يقف لكن صاحب العربيه مش بيرضى يقف لها اما جيمس بيقدر يكسر الباب وبيجري وراها وبتطلع تجري على السوبر ماركت وبتقفل الباب وبتدخل جوه اوضه المكتب وبتقفلها عليها وهو بيوصل عند السوبر ماركت وبيكسر باب السوبر ماركت وبيدخل ينادي عليها بصوت عالي بيخوفها وبتفضل تدور على اي حاجة تضربه بيها وبتلاقي قدامها قرون غزال مجسمة على الحيطة وبيجي في دماغها فكرة اما جيمس بيدخل جوه المتجر وبيفضل ينادي عليها وبيقولها ان الوقت جه وانه مش هيمشي من هنا من غيرها او من غير ما يخلص عليها ويقتلها وبيكسر دب المطركه اللي معاه وهي بتصرخ بكل قوتها وبتقابله بقرون الغزال وبتطعنه بيها في بطنه وبتقع على الارض من كتر التعب وبتفضل تسحف علشان تهرب من المكان بالسرعة وهو بيخرج قرون الغزال من بطنه وبتوصل عنده موبايل صاحب الشاحنه وبترن على الشرطه عشان ينقذوها من جيمس وبتلاقي جيمس على الارض جنبها وبيقول لها انه بيحبها وكان دايما بيحبها وبيموت وبتفقد الوعي هي كمان من كتر التعب وبتقوم تاني يوم من النوم وهي مخضوضه ومش بتلاقي جيمس جنبها وبتتحرك في السوبر ماركت اللي بيكون متدمر ومليان دم في كل مكان وبتخرج من المكان وبتكون كل حاجه انتهت وما بقاش في وجود لجيمس من تاني في حياتها وبعد كده بنشوفها وهي بتشتغل في شيفت ليلي في كوافير بس فجاه بتسمع صوت وبتبص وراها وبيخلص فيلمنا على كده لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد سلام